مختلفة يفتح الآن في هذه اللحظات للخيل المفتوح الدرجات عمر السنتين على مسافة 1200 متر مسافة السرعة التقدم يأتي الآن لديزورتمان في هذه اللحظات في المركز الأول. في هذه اللحظة أيضا المحاولات التي تأتي للنعوم في المرتبة الثانية وكذلك المطاردة تأتي لعين اليقين في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة لسموكي كارت في هذا الشوط في محاولة أيضا للحاق مع فهد الفريدي في هذا الشوط فيما ديزورتمان في المركز الأول والمرتبة الأولى لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز مع أليكسيس مورينو في هذه اللحظات من المشاركة الثانية لديزرتمان. المشاركة الأولى حل في المركز الثالث اليوم في طريقه إلى المركز الأول. مطاردة تأتي لسموكي كارتز في هذه اللحظات. سموكي كارتز تحاول في هذه اللحظة اللحاق بالجواد ديزرتمان في هذا الشوط وديزرتمان يتقدم. ديزرتمان في محاولة الحفاظ على الصدارة والمركز الأول من المشاركة والظهور الثاني فيما سموكي كارتز تحاول أن تلحق بديزرتمان الذي يتقدم بكل قوة مع أليكسيس مورينو. ما شاء الله تبارك الله لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بكل قوة. ديزرتمان ما شاء الله تبارك الله المركز الثاني ذهب لسموكي كارتز في هذا الشوط. إذن ديزرتمان المركز الأول، المركز الثالث في أولى المشاركات، المركز الأول اليوم في هذا الشوط وتصاعد المستوى ما شاء الله تبارك الله. الاختبار الثاني الناجح لديزرتمان لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. ألف مبروك لسمو الأمير سعود بن